السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كيبان لكم الكيلوط فيه شويه الماء؟ ما درت لكم الوصفه وصوتي ما كانش مسموع، ما عرفتكمش دابا واش كتسمعوني ولا لا. سمحوا لي انا كتبج هذا صوتي. المهم يا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم يا اغلى متتبعات؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع الوصفات؟ تفرحوني صراحه بزاف بزاف ملي كتقولي شي وحده فيكم راه صدقات لها شي وصفه ولا شي حاجه. الله يسهل عليكم كاملين يا احلى متتبعات، خصوصا المتتبعات الجزائريات، كنحبكم بزاف بزاف ونبغيكم بزاف بزاف. ايوا يا البنات، كي دايرين؟ كيف ما قلت لكم بخير، نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير. الله يسر لكم اموركم والله يسهل عليكم يا ربي. اي واحدة عندها نية طيبة في خاطرها الله يحققها لها، غير ما تكونش نية خايبة تأدي بها الناس ولا شي حاجة. ايوا يا البنات، بغيت نستشركم في واحد الامر وبغيتكم ضروري تعطوني الراي ديالكم، وامر جد مهم. قلت انا ما بغيتش نحاصر غير في الوصفات في القناه ديالي، بغيت ننوع شويه تكون الاستفاده، وتكون يعني الاستفاده اكثر. فالحمد لله الوصفات ديالي مشكورين الحمد لله، واعوذ بالله من كلمه انا. ايوا البنات، قلت لكم بغيت ندير واحد السلسله في القناه ديالها تسميها ان تكون فيها قصص ديال البنات. كل وحده تقول لنا قصتها مع السحر ولا مع الشعوذه وكيفاش لقات الحل. يعني مثلا الفيديو تكون فيه قصه، فيه مثلا الفيديو يكون فيه جوج قصص، كل قصه فيها 5 دقائق. المهم نعطيك الا كنتو متفقين مع هذا الامر، وشي وحده فيكم بد تعطينا يعني قصه ديالها ولا شي حاجه، تقول لي انا ونعطيها وتعطيني النمره ديالها ونجاوبها في الكومونتير، وتعطيني النمره ديالها ونتواصل معها. ولكن ماشي انا غنتواصل معها، واحد الواتساب خاص بواحد السيده غادي تقولي لها انا من المتتبعات بغيت نعاود قصتي، وصفت الاوديو وقولي القصه ديالك ان شاء الله غادي ندوزوها في القناه اذا كنتو نتوما موافقين. القصص يعني ما تستهدو منهم شحال من وحده، تقول لكم كنقرا فيكم بزاف التعليق ديالي، تقول لك مثلا انا البنات انا كانت حياتي مزيانه، تعرفت على التسجيل وهذا وهذا، ونهار اللي سقطت صاحبتي اخبار غارت مني ودارت ليا هاد الحاجه. تتعاود كتطرى بزاف البنات، هاد القصص تستفدوا منهم صراحه بزاف بزاف بزاف. لذلك الا كنتم متفقين مع الامر خليوا لي البنات التعليق وقولوا لي راه متفقين مع هاد الامر الا كنتو باغيين، ولا انا راه انا على راسكم وعينكم، راه انا الوصفه كطلبوها مني كنحطها لكم، وطلبوها مني اليوم كنحطها لكم غد الاخر. اي حاجه تطلبوها مني تنديرها، يعني ما يمكنش ندير شي حاجه ما عرفتش في القناه ولا شي حاجه بحال هكا. المهم البنات، واحد السيده عاوتاني واحد التعليق بنجاوب لها، قالت لي صاحبتي غليظه ملي كخر وزوينه ملي تخرج انا وياها في الشارع، باش شوفوا البنات الصحابات اش كيديروا. سمعوني البنات ما تنقذوش البنات هاد النقطه حيت ضروريه. قالت لي صاحبتي غليظه وانا رقيقه وهي زوينه بزاف، ملي كخرج انا وياها الشارع كلشي كيتبعها وحل في فمو من غيري انا، كيفاش غندير لها حتى تولي رقيقه؟ اختي ما حشمتيش، هذيك راه غير صاحبتك وهذيك وليت الله بالتاديه، ما حشمتيش اختي؟ ما عرفاش بينك وبين ربك يا اختي؟ انا الحمد لله ما كنديروا لا طلاسم لا والو، دورا وصفات ديال جداتنا وامهاتنا ودورا معروف الحمد لله، ما كنديروا لا طلاسم داكشي هو اللي حرام، ما حنا كنديروها السباب. وكيف ما كنقول لكم البنات، ردوا بالكم من صحاباتكم من راسكم، راه والله العار الشيطان كاين وتيغر بنادم. راه شحال من وحده البنات كتقول لك انا كندير شي حاجه ما كيصدقش ليا، راه كتلقاي دابا شي وانت كديري وش حد كيسحل لك، شي حد انت كديري وش حد كيسحل لك. ضروري البنات قبل ما ديروا اي وصفه خصكم البنات كتكونوا على طهاره، خصكم تكونوا كتصليوا وكتدعوا ربكم، راه الله هو اللي كيجيب كلشي، انت كتسبب والله تيعاونك. فكيقول الله سبحانه وتعالى واحد القوله كنقولها حنايا، سبب عبدي وانا نعاون. فانت بيتي خدمه كدير السباب، كتخرج كتلود باش الله يعطي رزقك الخدمه، ماشي نتايا جالس في الدار تسنى الله يجيب لك خدمه، يعيطوا لك يقول لك في التليفون اجي تخدم، ولا مثلا شي وحده كتقول لك وانا ما خليت ما درت وما تزوجت ما والو. يا حبيبتي راه خصك تخرجي، راه حنا دابا في 2019 ماشي 1900، والجوع غصا على البنات راه يتزوجوا غير باها، يعرف واحد يقول لي عندي بنيه ويجي ويزوجها ليه. اما حنا دابا راه الا ما شفتيه من الفيسبوك ولا من الواتساب ولا خرجتي باش يتبعك شي الدراما اش تجيبيه؟ يعني نكونوا شويه واقعيين. قليل دابا اللي تلقاي البنت يعني شي صاحب خوها ولا شي حاجه، اما دابا اغلب البنات غير ما تعرفات عليه في الشارع ولا فيسبوك ولا واتساب، داك الشيء اللي كاين يا البنات. والله يسهل عليكم والله يسهل لكم اموركم وردوا البال. واحد السيدي البنات كتحطوا نوامركم في التعاليق، كيقول لكم دوزوا عندي الواتساب، هو داير كازا في اليوتيوب ديال في داك الجيميل ديالو، داير كازا ودير نمرتو ردوا من البال. داك راه واحد الحمار حاشاكم، دخلت عندو الباحث واتساب نشد فيه وراه
هضرتو مثلا ما يتقالو بلوكيتو يا البنات وهذاك سميتو البنات اللي حطوا لي النوامر ديالهم. سمحوا لي يا راه ماشي كامل لكم الدستور، جاتني شحال من نمره، شي 50 نمره دوزت البنات. هاي داكشي اللي علاش قديت حيت شي تهضري مع وحده وكتبادلوا الجماعه وهذا وهذا وهذا، يعني دوزت يلا شي 10 البنات فوق لنا 50 نمره عندي. راه حتى الا وصلتكم النوبه راه غنصيفط لكم يا البنات. وكيف ما قلت لكم الساعه الاولى فاش كنخلي التعاليق مفتوحه، يعني اي وحده بغات الفيديو باش نجاوب على السؤال ديالها تفعل داك الجرس باش غير نلوح على فيديو يجي كاشعار بلي انا لحقت الفيديو، باش انت تكوني اول واحد تفرجتي فيه، واي مول وحده تكوني علقتي باش نجاوبك ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم البنات سمحوا لي طولت عليكم، والله العظيم ما تنطولش عليكم حيتاش باغي نربح فلوس ولا شي، تنطول لكم راه غير باش تستافدوا وما تربحوا منه الحمد لله والو. ايوا البنات وتحيه خواتي الجزائريات المتابعات ديالي الاكثر. البنات تنحتاجوا الكيلوط ديالك يا البنات، هنا فيه شيمه مع هذه الوصفه والصوت ما كانش مسموع، داكشي علاش عاودتها. الكيلوط ديالك يا البنات تحتاج التصويره ديالك وديال بركابين. المهم انا جبت هذه باش نحط لكم مثال. نحتاج البنات الشيح، ها هو الشيح. كنحتاج السودانيه، السودانيه البنات هي داك الفلفل المجفف. تنحتاجوا فلفله حمراء، ها هي تكون حمراء حاره تشميها البنات، راه تعرفيها واش حاره. كنحتاجوا فاخره، ها هي، او فحم، ها هو قطعه من الفحم. كنحتاجوا يا البنات نجبد هاد الشي ونوريكم. كنحتاجو البنات الحنة تاع العروس، الا قلتي لي ما عنديش حنة ديال العروس ما ديريش هاد الوصفة ضروري حنة العروس. ولا ما كانت عندك حنة العروس غتمشي عند العطار غادي تقولي لي عطيني الحنة، قولي لي عطيني غير شي شويه اللي كان وعطيه الفلوس وما يردش لك الصرف. خرجي نتيا ما تسوليش على الثمن، وقولي لي دير لي غير شي كود الحنة وعطيه مثلا 50 درهم ولا 20 درهم وخرجي ما تشديش من عند الصرف. الا ما كانت عندك حنه العروس، الحنه ديال العروس هي ديك ملي كتكون دابا العروسه بارده تتلوح دوك الكميسات ولا دوك العلب كيكون فيهم شويه الحنه كتلوحهم البنات عاده. هادوك هما البنات داك الحنه ديالهم. كنحتاجو شويه الماء الورد، ها هو شويه كنحتاجو فقط. الكرسون ديالك ولا الكيلوطه البنات خصو يكون يعني ديجا تكوني لابسه، مثلا لابسه نهار لابسه مثلا غير ساعه وحيدي وديري به الوصفه ديالك. تحتاجي البنات اول حاجه كنديرو التصويره ديال بوركابي، هذا هو الوجه ديالو، كديرها الوجه عاطي الحنة كتحطها على هاد البلاصه، هاد البلاصه اللي كيكون فيها الرحم ديالك، هاد البلاصه وترشي عليها يا البنات شويه الماء الورد باش تكون بيناتكم محبه شويه. هاني كبت شويه هادشي شويه البنات كما قلت لكم البنات كديروا شويه الماء الورد. اش نقول الماء الورد على هذا؟ كتهزي ديك تتهزي البنات الشيح المرورد باش تبين تبقى بيناتكم دائما محبه. هاد الوصفه البنات سواء راجلك سواء خطيبك سواء صاحبك كتعني فيه العافيه، يولي يبغيك غير نتيا. بالنسبه للمرا تخليه يبغي يمارس معاك غير نتي وكتهيجيه عليك غير نتي، واللي يبغيك غير نتي ما يشوفش مرا من غير البنت اللي كتعرف شي حد وما ما بغاش يجي يخطبها ديرها والله تيجي يخطبك في مده اسبوع يجي يخطبك يا البنات. تزيدك الشيح يا البنات كتحطيه هنايا، كتهزي صويرتك كتحطي دابا هذا هو الوجه ديال البركابي، الوجه ديال البركابي كتحطي داك الشيح وتحطي التصويره ديالك نتي الوجه هذا هو الوجه ديالك كتحطيهم كامل مع هنايا وكتحطي عليهم يا البنات جوج فلفلات جوج سودانيات، فلفله مجففه وهاد الفلفله الحمراء يا البنات. صورت بركابي كديري على تصويرتك ملي كديري الشيح وكديري البنات شويه تاع الحنه شويه تاع الباروك باش تبقى مشلنا بيناتكم. عندكم يا البنات ديروا هادو هادشي ديروا غير في الحلال، ما تبقاش تلاو على الدريبتي غير شي حد تنتقمي منو ديريها، راه هادشي راه ما كان ماشي ديال اللعب. شويه الحنه بحال هكا شي شويه وصافي، وتقراي عليها يا البنات وكديري هذيك الفحمه وتقولي يا البنات اشعلت في قلبك النار بحنة العروس. الا جبتيها من الحنه من عند العطار كتقولي بحنة العطار، سمعوني البنات مزيان، شعلت في قلبك النار بحنة العروس يا فلان ولد فلانه
مثلا محمد ولد سعيده سميتو سميتو محمد ومو سعيده. الا ما كديش البنات كتعرفي سميت بمو كتقولي غير حواء، سعيد ولد حواء، محمد ولد حواء. شعلت في قلبك النار بحنه العروس يا فلان ولد فلانه، تبغيني غير انا فلانه بنت فلانه، مريم بنت خديجه، بنت عندي سميتك مريم وامك سميتها خديجه. شعلت في قلبك النار الا جبتي الحنه من عند العروس بحنه العروس، الا جبتي الحنه عند العطار تقولي بحنه العطار. سمعني بنت يا فلان ولد فلانه، تبغيني غير انا فلانه بنت فلانه. كطول بنات هادشي كامل، كتقراي عليه 15 مره، تطوي هادشي البنات كامل وكتحطيه في قرعه ديال الزاج. قرعه ديال الزاج كتحطي فيها هادشي وكتسديه وكتلوحيه فشي بلاصه مهجوره ما يمكن يوصل لها حتى شي حد. من الاحسن تمشي شي بلاصه وتحفروا وتحطوا فيها البنات ديك القرعه ديال الزاج، راه والله العظيم حتى يولي بحال خاتم في يديكم، غتشعل في قلبو العافيه. الا كان صاحبك يجي يخطبك، الا كان خطيبك تزيد المحبه الشديده ليه، الا كان البنات راجلك ما تلاش كان زهواني يولي يشوفك غير انت وتهيج عليك، وفهمتي يعني واللي يشوفك غير نتيا وما يمارس مع ما يمشيش يمارس على برا، يشوفك غير نتيا تبانين بحال النواره ويلي تشاور معاك انت هي الامره، انت هي السيده وهو الدابه كيف ما كنقول لكم. والله يسهل لكم كاملين يا البنات، وما تنساوش تشتركوا في قناتي، والله يسهل لكم كاملين يا ربي. تبغيني غير انا فلانه بنت فلانه. وكيف ما قلت لكم البنات هذيك اللقطه الاولى ما سمعتونيش، قلت لكم شنو رايكم ندير لكم واحد واحد السلسله في القناه تاع قصص بنات، يعني كل واحد كتعاود التجربه ديال مع السيح ومع الشهواده اش داروا ليها. في كل فيديو ندوز جوج قصص، الا كنتو متفقين معايا قولوا هذه، والله يسهل لكم اموركم يا ربي. نعطيكم واحد الرقم تواصلوا معاه وتقولوا داكشي اللي